السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حيل وأفكار مع سناء. اليوم إن شاء الله غادي نقدو واحد لطاقتير رائعة 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 بنينة، وكنتمنى كل من شاهدت هذا الفيديو هذا أنها تجرب هذه الوصفة هذه في البيت ديالها، لأنها أولا غير مكلفة، ثانيا سهلة جدا، ثالثا بنينة بزاف. أما بالنسبة للمقادير غادي تصدموا مني، غادي نقول لكم فقط غير بجوج مكونات غتقدروا تقدو هذه لطاقت هذه وشوكولا ولا جاتو، وكذلك بدون فرن، بدون دقيق، بدون بيض، بدون حتى شي حاجة. فعلا هاد لاطارت شي حاجة خطيرة. المهم الى عجبتكم الفكرة او عجبكم الفيديو تابعوا معي الفيديو الى اخره، وما تنسوش طبعا الضغط على زر جيم او لايك او اعجاب. فنبداو على بركة الله. فكيف ما شفتوا معايا وسبق لي وقلت لكم في اول فيديو اننا غادي نحتاجوا المكونين فقط اللي هما الحليب المركز المحلى، وكيف ما قلت لكم ماشي الكراميل، حليب المركز المحلى، وكذلك غادي نحتاجوا 200 غرام ديال شوكولا نوار اللي تكون فيه نسبة الكاكاو كبيرة بزاف. كيف ما شفتوا معايا انا كان عندي فيه 72% ديال الكاكاو. ضروري ضروري واساسي ان تكون لكاليتي ديال الشوكولا في هذه الوصفة مزيانة، ونسبة الكاكاو تكون عالية بزاف باش تجينا الوصفه كيف ما بغينا. فكيف ما شفتوا قلت لكم علبه ديال الحليب المركز المحلى و200 غرام ديال شوكولا نوار تكون لا كاليتي ديالو مزيانه. فمن بعد بديت كنفسخ داك الشوكولا، كنقطعوا القطع صغيره ولا متوسطه ضروري باش تسهل علينا في الطياب ديالو. ومن بعد غادي ناخذ كسرونه اولا اناء اللي غادي نوضعوه فوق النار، وغادي نفتح داك الحليب المركز المحلى وغادي نوضعوه في هذه الكسرونه هذه، وغادي نضيف عليه من بعد داك الشوكولا ديالي كما شفتوا معايا، وغادي نوضعهم فوق النار على عافيه مهيله مع التحريك المستمر باش ما يسقليش هاد المكونات هادو يتحرقوا لينا. كيف ما شفتوا معايا غادي نبقى نحرك حتى غادي ينسجموا اولا يندمجوا لينا هاد المكونين مع بعض. وكيف ما شفتوا من بعد ما نسجموا المكونين مع بعض، هنا خديت واحد البواطه ديال البلاستيك وغادي نغلفها بورق المطبخ. ولكن قبل ما نغلفها بورق المطبخ خاصني ندهن هذا الاناء هذا ديال البلاستيك مزيان بزيت نباتيه اللي كنخدموا بها في المطبخ ديالنا، ومن بعد غادي نغلفها بهذه الطريقه هذه بورق المطبخ. ومن بعد غادي نخوي هاد المكونات هادو اللي صوبنا قبيله في قلب من هاد اللاطه هادي اللي قدينا، وغادي نحاول انني نبسطها مزيان على اللاطه باش تاخد لينا شكل متجانس. Thank you.
غادي ندخلوا لا طارت ديالنا للثلاجه مده ديال ساعتين تقريبا. المهم نخليوها حتى تبرد مزيان باش تبقى شاده في راسها. على فكره بالنسبه للقبيله فاش كنت كنخلط لكم المكونات فوق النار، من الاحسن انكم تحركوا واحد المده ديال 5 حتى 6 دقائق فوق النار حتى يتجانسوا لينا المكونات مع بعض. فكما شفتوا معايا الان بعد ما دازت علينا ساعتين، انا الصراحه ما ساينش ساعتين، ساينت فقط ساعه، لهذا انا كنصحكم انكم تخليوها مده طويله، كان احسن ساعتين حتى تبرد مزيان، لان كان خاصني نصور لكم ونوريكم النتيجه دغيا. فكما شفتوا معايا من بعد ما فتحتها خديت شي شويه ديال الكراميل او لا بودغ ديال الكراميل، وحاولت انني نزين بها هكذا السطح ديال لا طارت ديالنا بهذا الشكل هذا. وقبل ما نكمل معكم لا فيديو ديال لا طارت وشوكولا ديالنا، بغيت فقط نشارك معكم واحد الوصفه ديال زيتون كحل مشرمل تحت طلب مجموعه من الصديقات اللي كلاو عندي وعجبهم. فبالنسبه للمكونات ولا المقادير، غادي نحتاج فقط شويه ديال الكمون حبوب، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال قزبور حبوب كذلك، وشويه ديال الملح. فانا ما درتش الملح بزاف هنا، غير شويه بحكم ان الزيتون عندي مالح بزاف. وغادي ناخذ واحد 4 ديال المعالق ديال الزيتون، عفوا ديال الزيت، وغادي نخلط المكونات مع بعض جيدا، وغادي نوضعهم في قرعه ديال الزاج، وغادي نخليهم فوق من البوطاجي. فكان احسن، كان احسن ان هذه الوصفه هذه ما تبداوش تاكلوها حتى تدوز واحد السيمانه، هكذا غادي يكونوا دوك التوابل تلقوا لينا في الزيتون مزيان وكيجي بنين. فعلى فكره في الفيديو اللي فات سبق لي وقلت لكم ان من الطرق ديال تنظيم ديال المطبخ ديالنا وباش دائما يبقى منظم هو ان نجمعوا البوطاجي ونخليوه دائما خاوي. فكذلك من الاحسن انكم توضعوا الحويجات اللي ما خاصكمش تنساوها، بحال مثلا توضعوا قريعات هكذا ديال الزيتون مشرمل، حويجات اللي هما صحيين، قريعات ديال لي فروي سيك هكذا ما تنساوهمش، وتقدروا تناولوهم فين ما درتوا تاكلوا هاد الحويجات هادو، كذلك كيعطيو واحد الجمال للبوطاجي. فكيف ما قلت لكم هكذا غادي نحتفظوا به واحد الاسبوع عاد غادي نبداو ناكلوه. اما بالنسبه لاطاغ ديالنا فهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما زيناها شي شويه بلا بودغ ديال الكاكاو. المهم بالنسبه للاضافات فانا شخصيا كنضيف لها شي شويه ديال لي فرويسك، ولكن بحكم انني قلت لكم مكونين فقط اللي هما اساسيين، ما زدتش على هاد المكونين. بامكانكم انكم تبدعوا وزيدوا فيها هكذا دي فرويسك، شويه ديال القرقاع، شويه ديال الاكاجو، فغتجي رائعه اكثر. ولكن كيف ما قلت لكم هكذا كتجي بنينه بزاف وسهله سهله سهله، واكيد اكيد الا جربتوها في البيت ديالكم غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. فكيف ما شفتوا هنا كنبدا كنقطعها، على فكره انا راه ما خليتهاش مده طويله في الثلاجه، خليتها ميم با ساعه. فكيف ما قلت لكم من الاحسن انكم تخليوها واحد ساعتين واكثر، هكذا كتجي متماسكه مزيان. ولكن كذلك واخا ساعه شوفوا معايا كيف جات بحال البراونيز، كتجي فنه وكتجي معلكه مزيان. وبالنسبه للناس اللي غادي يقولوا ان الحليب المركز المحلى راه حلو بزاف، اذا غادي تجي حلوه بزاف، صدقوني صدقوني راه ما كتجيش حلوه، كتجي هي هذيك في القياس بالنسبه للحلاوه. علاش؟ لاننا استعملنا هكذا شوكولا اللي كاليتي ديالو مزيانه وفيه نسبه ديال الكاكاو عاليه. لهذا قلت لكم ضروري في هذه الوصفه تكون يكون عندكم شوكولا اللي تكون فيه نسبه الكاكاو عاليه بزاف. فهذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى انه يعجبكم، والا بقيتوا معايا حتى لاخر الفيديو كنشكركم بزاف، وكنتمنى لكم الصحه والراحه. وطبعا طبعا طلب اخير قبل ما نسالي الفيديو، الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشجيعوا ذلك بالضغط على زر اعجاب او لايك او لجيم. وإلى فيديو لاحق إن شاء الله، خليت لكم الصحة والراحة، وبسلام عليكم بالصحة لطاقت ديالكم.